السلامة، مرحبا بكم في قناتي ميمو شانيل. ان شاء الله اليوم باش نعمل مع بعضنا حلو برستيج، حلو هكا مضخم، منظره يشهي، وفي نفس الوقت البنا ما نحكي لكمش حاسين ما هوش جديد علينا برشا. مانيش عارفه لو كنت تعملوه لك عابر نتاع الشوكولا، اما انا عملتها بطريقه مختلفه شوي. نبدا بسم الله. لهنا استحقيت الكاكاويه، يعني فول سوداني، بسكوي هدايا، بسكوي السيده ولا اي نوع نتاع بسكوي، حكم حليب نستلي، والشوكولين اللي هو الكاكاو اللي فيه السكر. البنات ماهوش اجباري، واما اللي يحب المتوفر عنده خاطر يعطي نكهه سمحه ينجم يضيفها، والكميه على حسب الرغبه. يعني اول حاجه عملتها رحيت الفول السوداني بعد ما حمرتها شويه، ونزيد نكمل نرحي البسكوي ونخلطهم. هي سهله برشا الوصفه، نخلطهم المكونات الكل مع بعضهم، ونحاول كيف نضيف الحليب النسلي. ماذا بينا ما يكونش يعني بكميه زايد، نبدو نحطه بشوي بشوي، ونلمه لين نتحصلوا على خليط هكا ينجم يتكعبر معانا. خليط متجانس نغطوه باش ما ينشفش معانا، وناخذوا الليمون اللي باش نخدموا عليهم. بالنسبه للليمون لهنايا خديتهم من الامازون، اما راهم موجودين في كل بلاصه، يعني حتى في تونس راهم موجودين ام باغاي. ماذا بكم لهنا تختاروا الليمون اللي تكون منقوشه من في الوسط باش تعطينا منظر سمح. انا خذيتها هذايا اونلاين، اما بين لي صغير مي كيف وصلوني حسيتهم كبار شويه. ولهنايا نكونوا عاملين الشوكولا نوار ولا الشوكولا بلون في با ماري، ونبدو نحطو بشويه، ما تحطوش الكميه كامله، يعني دوب شويه ما يتغطى، وندخلوه من الفريكو ونخلوه حتى قرابه درج هكاك، حتى اقل دوب ما يتجمد معانا. ومن بعد ناخذوا الخليط نخدموا عليه، يعني نحطوا الخليط وقت نحسوا انه نشف ويبس نعاودوا، يعني نحطوا الخليط متاعنا. وكاهو سهلة برشا برشا ورهيب في المنظر، والنتيجة باش تعطينا نتيجة بالحق روعة. أنا قبل البنات ما نحطوا الخليط باش نعطيكم الإضافة هذه، محلاها راهي تعطي نكهة سمحة. الخليط متاعنا نزيدها شوية من ما زهر، ونحاول إن نلمه باش يطرى معانا ويعطينا نكهة مش عادية، ريحة الكاكاوية مع الما زهر، يعني بالحق يجبنين على الآخر. ولهنا كيف ما تشوفوا في الليمو اللي تجمدت معانا، بديت نحط بشوي. ماذا بينا المهم البنات نزيروا مليح، يعني نحسوا لين يتماسك بالكدا بالكدا معانا، باش من بعد كيف نحلوها الكعبه ما تتفتفتش. كملت الخطوة هذه، الرجعة للمجمد باش يزيد شوية يتماسك معانا الكل. وإذا البنات ما كمش يعني مستحقين لليمون نجمو تخلوه في الثلاجة كهو، أما أنا استحقيت بصراحة باش نكمل نخدم عليهم، حطيتها في المجمد كي يتماسك معايا باش نجمت يعني بعد كيف نحيه ما يتفتفتش وما يتكسرش معايا. وهكاكا بعد ما نكملتهم نحطهم زادة في الثلاجة باش ما يسيحش كيف ما تعرفوا الشوكولاتة، حتى من بعد باش تصبر معاكم أكثر، وكل ماذا بكم تخلوه في الثلاجة. باش نمشي للمرحلة الثانية، أخذت بقية الخليط، بقيت الخليط شكلته على شكل كعابر، وزاد عملته في شكل مستطيل، حاولت يعني لماكسيموم اني نجيبها اني نجيبهم متساويين كيف هكا كيف ما تشوفوا في الفيديو بالشكل هكاكا. وانتم البنات يعني نجموا تعملوا يعني برشا افكار عندكم، وكل نجموا تعملوها. المفيد يعني كيف نحطوا صينيه تكون مشكله برشا اشكال، وكل هكا تبين كانه يعني لحلو، يعني ماهوش نوع واحد ويبانوا برشا انواع. بالنسبه للزينه لهنايا حطيتهم في شوكولات كونيا، اما فما حطيت في الزوز يعني في النوار وفي البلون،
ومن بعد تلك اخذت عندي هكا شويه شوكولا معناها تكون في شكل نجوم، حطيتهم وهكا كملوا معانا، يعني ما همش مش حاجه يعني صعيبه. وكل بالنسبه للي مش متوفره عندها هكا شوكولا صغيره، تنجموا تبرشوا يعني شوكولاته، تبرشوها وتزينهم من في الوسط هكاك من الفوق وكل. والا زاد تنجموا تعملوا مثلا تبقى لكم شويه من الشوكولا اللي تكون سايحه بالفرشيطه وتمشوا عليها هكا شويه، يعني هكا دب خطوط خطوط هكا، يعني زينه موجودين، يعني تنجموا تعملوا برشا افكار. يعني شوفوا النتيجة النهائية محلاها بالحق، يعني منظرهم يشهي، والزينة يعني والنقشة متاع الوحدة مختلفة، كل وحدة ونقشتها، يعني جو حاجة جديدة، حاجة يعني بالحق حلو برستيج وسمح معناها. بون لهنايا بعد ما كملت حطيتهم نحيتهم الليمون، تنجموا تخلوهم على الشكل هذاك، وإلا تنجموا أي زينة أي حاجة تنجموا تضيفوها مثلا كولورون وتعملوا كالنقشة، وإلا مثلا إذا عندكم السكر جلاس مثلا تحاولوا تعملوه بالكولورون أي لون معناها وتعملوا نقشة، وإلا تخلوه كيف كيكة يعني في الشكل هذاك. أنا عملت باللي عندي في الدار بصراحة، ما يعني حاجات متوفرة عندي عملت بها، عندي كانت عندي هكا هدايا يعني فيه اللقة وهو سكر، حطيتهم هكايا في الوسط، عطى منظر سمح، عطى تلقى زادة سمحة. زادة كان عندي كولوران في الأصفر وكل، حبيت هكا نعمل هكا شوية نقشة زادة، يعني جت منظرها سمحة وجت مختلفة شوية على العادة. وإن شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم، وإذا جربتهم تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونخليكم على خير واستنوا فيديوهات جديدة إن شاء الله باش نعملوا أحلو آخر محليه محليه بالحق. الفيديو الجاي باش يكون حاجة يعني زادة حلوة باردة وفي نفس الوقت برستيج وبمكون ماهوش ما يخطرش على بالكم أصل وبنة مش عادية. نخليكم على خير وشهية طيبة، وباي باي.